السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في قناه مستر اورجامي. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل البوكس ده. تابعوا معانا. اول حاجه هنجيب ورقه مربعه بالشكل ده وهنعمل اكس كده. تمام، هنبدا نثني كل طرف من الاطراف الاربعه دي على النقطة اللي في النص. تمام، بعد كده هنفتح الاثنين اللي في الجنب ونجيب الخط ده على الخط اللي في النص والخط ده على الخط اللي في النص. بعد كده هنفتح الاثنين دول خالص ونرجع الاثنين الاولانيين ونثني الخط ده على الخط اللي في النص والخط ده على الخط اللي في النص. بعد كده هنوقف الجنبين دولت ونيجي من هنا ندخل الطرف ده لجوه كده، الطرف ده اهو هندخله لجوه كده، ننزل دي كده ونيجي من هنا ندخل الطرف ده كده والطرف ده كده وننزل دي كده. وكده نبقى خلصنا الشكل بتاعنا. متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة، وشكرا.